كريم مساء الخير. كريم احمد زميلنا في استاد القاهره. مساء الخير عليك زميلي احمد، ومساء الخير على زميلتي ساره. وهاخد من كلامك طبعا زميلي احمد، اكيد بنتمنى يكون كل جمهور النادي الاهلي بالتحديد في المدرجات، يعني جمهور النادي الاهلي بالتحديد لما بيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في اي بطوله، في دوري، في كاس، في بطوله افريقيا، الامر بيكون مختلف بشكل كبير، بيدي دافع بشكل كبير جدا. لكن عندنا امل بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه جائحه كورونا بقى تنتهي بقى من مصر خالص وتنتهي من العالم كله، نبدا من جديد نشوف جمهور النادي الاهلي خلف الفريق في كل المحافل سواء الافريقيه او العربيه وايضا كمان المحليه. عايز اتكلم معاك طبعا كالعاده على الاجواء الخاصه هنا في استاد القاهره اللي يستقبل مباراه الاهلي واسوان في الجوله 20 من بطوله الدوري العام. الامور هنا الحمد لله يعني بشكل عام، عايز اتكلم على الاجراءات الاحترازيه للتنظيم، كل الامور دي ماشيه بشكل طيب ومميز جدا. يمكن اكدت وقلت ان تنظيم النادي الاهلي بيكون مختلف بشكل كبير عن اي تنظيم لاي فرق اخرى، يعني ما بنشوف الاعداد اللي متواجده بالنسبه للامن اللي متواجد، توزيعهم في المدرج، توزيعهم في الاستاد، في الفي اي بي، المداخل الخاصه باستاد القاهره، الامر بيكون مطمئن وبيسهل علينا اعلاميا كمان بالنسبه لي العمل داخل الاستاد وخارج الاستاد، وايضا كمان بيسهل على اللاعبين الدخول والخروج. الاجراءات هنا متبعه بشكل مميز جدا. بنتمنى بقى ان شاء الله بقى الجزء الفني مع مستر ريني فايلر اللي ان شاء الله يكون موفق النهارده في اختيار التشكيل اللي هيخوض بيه مباراه اليوم. وعلى ذكر التشكيل انا عايز اتكلم طبعا من خلالك على التشكيل المتوقع من خلال رؤيتنا ليه للتدريبات الاخيره وتحديدا تدريب الامس. النهارده نقدر نقول في تغيير كبير في تشكيل فريق النادي الاهلي. عايز اتكلم معاك على التشكيل النهارده في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من الشمال لليمين علي معلول، متولي ايمن اشرف، احمد فتحي في المنتصف هيكون حمدي فتحي وعمرو السوليه، امامهم احمد الشيخ وجيرالدو، امامهم ايضا محمد مجدي قفشه، وفي الهجوم جونيور اجاي. ممكن الناس تقول في اختلاف كبير عن المباراه طبعا الانتاج الحربي مباراه انبي، لكن ده الاقرب بشكل كبير بالنسبه لتغطياتنا الخاصه لتدريبات فريق النادي الاهلي بالنسبه للتدريب الاخير. لكن زي ما بناكد نقول كل اللعيبه جاهزه، اللعيبه يمكن الحمد لله زي ما بنقول الاهلي بمن حضر، عندنا ثقه كبيره في كل لعيبه النادي الاهلي وده اللي بناكد عليه في كل مره، كل اللعيبه جاهزه. لكن انت عارف زميلي احمد زميلتي ساره، كل مباراه بيكون ليها اختيار، بيكون ليها ظروف، بيكون ليها كمان تكتيك بشكل كبير جدا بيختاره الجهاز الفني بقياده ريني فايلر. لكن ان شاء الله باذن الله النهارده تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي، والثلاث نقاط ان شاء الله زميلي احمد زميلتي ساره يكون من نصيب النادي الاهلي. كلمنا اكتر عن الاجراءات الاحترازيه يعني بسبب فيروس كورونا قبل المباراه. يمكن لو على الاجراءات الاحترازيه يمكن عايز اذكر طبعا العميد علاء صلاح طبعا مدير امن النادي الاهلي اللي بيقوم بدور كبير جدا هنا في استاد القاهره، توزيع الامن المتواجد طبعا يعني نقدر نقول ما فيش حد متواجد داخل استاد القاهره بدون كمامه، ده امر مهم جدا. التباعد الامر اكثر من رائع هنا، بينفذ بشكل قوي جدا. كمان الجزء الخاص بالاعلاميين، يعني عارفين طبعا ان في تغطيه اعلاميه مباراه الاهلي بيكون فيها تغطيه مكثفه لكل الاعلاميين، الصحف، المواقع. لكن عايز اكد لك واقول لك ان الاجراءات الاحترازيه هنا بتطبق بكل قوه، وده يرجع كمان لتنظيم النادي الاهلي. باكد على تنظيم النادي الاهلي لان التنظيم مع النادي الاهلي بيكون مختلف بشكل كبير جدا، وده بيساعدنا وبيساعد كل المتواجدين في استاد القاهره ان هم يحافظوا على نفسهم وفي نفس الوقت الشكل العام يكون لائق باسم النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مع الاجراءات ومع التخطيط ومع التكتيك ومع كل الاستعدادات ورغبه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله بقى نتمنى لعيبتنا النهارده تدخل في الجيم سريعا. شفنا مباراه الانتاج يعني دخولنا ما كانش موفق في المباراه بالنسبه لبدايه اللقاء، لكن النهارده ان شاء الله باذن الله تم اغلاق الصفحه تماما لمباراه الانتاج الحربي. باذن الله النهارده تكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي مع الاداء اللي بينتظر كل جمهور النادي الاهلي، اداء النادي الاهلي تدريجيا. يعني غبنا فتره كبيره ولعيبه النادي الاهلي غابت فتره كبيره الفتره اللي فاتت عن المباريات، لكن مباراه عن مباراه ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تدخل تاني في التوب فورم وتوصل للفورمه الكبيره ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من داخل استاد القاهره، وبالتاكيد ثلاث نقط مهمين زي ما انت قلت بالظبط، لكن كمان مهم معاهم جدا شكل وطريقه واسلوب لعب النادي الاهلي النهارده اللي بعتقد انها على نفس القدر من الاهميه زي الثلاث نقط بالظبط.